وحول هذا الموضوع ومناقشة تفاصيله تنضم إلينا من القاهرة دكتورة عبير عطيفة، المتحدثة باسم رسمية إذن باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. مرحبا بك معنا في هذه الساعة على شاشة القاهرة الإخبارية دكتورة عطيفة. الآن أين تقف الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي تحديدا مما حدث في ميناء أوديسا اليوم؟ أولا طبعا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. مبدئيا طبعا هناك مخاوف كبيرة من قبل برنامج الأغذية العالمي ومن قبل منظمات الأمم المتحدة بصورة عامة على طبعا تبعات وقف وانسحاب روسيا من هذه الاتفاقية. بالفعل هناك تذبذب في الأسعار الحبوب، وشهدنا ارتفاع في الأيام الماضية وعملية يعني للارتفاع ثم انخفاض ثم ارتفاع، وبالتالي يعني عدم استقرار في الأسواق العالمية. طبعا ده سيكون له تأثير سيء على طبعا منظومة الأمن الغذائي، وعلى الأخص أنها يعني هناك هشاشة في النظام العالمي فيما يخص الأمن الغذائي. هناك عملية تضخم، ارتفاع أسعار، في ايضا يعني تباطؤ اقتصادي بصوره كبيره. وهذه الاتفاقيه سمحت لبرنامج الاغذيه العالمي ولكثير من الدول التي تعاني من مشاكل في تامين الغذاء بالحصول على محاصيل من منطقه البحر الاسود باسعار معقوله. طبعا خطورة يعني هناك بدائل، والبدائل الموجودة يعني لدينا القمح الأمريكي والأسترالي، هذه بدائل كثيرة ومطروحة. لكن الأزمة التي تخص منطقة الشرق الأوسط إن البحر الأسود هو قريب جدا من هذه المنطقة، وبالتالي كلفة وصول الحبوب وعلى الأخص القمح من هذه المنطقة من منطقة البحر الأسود بتكون أقل، وايضا بتاخد وقت اقل. طيب. لكن بعد الولايات والاستراليا والاسواق الاخرى بشكل طبعا عائق. طب دكتوره، قبل ان نتابع معك في مساله البدائل الموضوعه تحديدا لدول الشرق الاوسط، اتوقف معك عند الاسعار. اسعار القمح والذره قفزت بشكل ملفت حقيقه بعد اعلان اوكرانيا عن الهجوم على ميناء اوديسا. هل متوقع سقف معين لارتفاع اسعار القمح والذره تماشيا طبعا مع التطورات الحاصله؟ أكيد طبعا. ما بين أوكرانيا وروسيا نحن لدينا أكثر من ثلث إنتاج العالم من الحبوب وعلى الأخص من القمح، وبالتالي عملية عدم الاستقرار في هذه المنطقة، ضرب المواني، طبعا عملية وجود ألغام في كثير من المناطق في أوكرانيا وعلى الأخص المناطق التي بها زراعة القمح، كل هذا من شأنه أن يعني يجعل هناك حالة من القلق الشديد في الأسواق العالمية. ونحن نعلم أن الأسواق دائما بتتأثر طبعا بأي نوع من الهزات، وهذه هزة كبيرة. ما هو سقف ارتفاع يعني أسعار الحبوب؟ يعني أعتقد أن هذا صعب التنبؤ به، لأن زي يعني كما يعني رأينا في الأيام الماضية صعب جدا التوقع أين سنصل من أسعار الحبوب في الفترة المقبلة. طيب، من الناحية الاستراتيجية ما الذي يمكن أن يتوقع إذا استمرت الهجمات بنفس الوتيرة دكتورة عطيفة؟ بمعنى آخر، هل ستزيل هذه الهجمات أوكرانيا من سوق الغذاء العالمي تماما؟ يعني صعب أيضا يعني التوقع بماذا سيحدث إذا استمرت هذه الهجمات. طبعا أكيد سيكون لها تأثير سلبي على الأسواق العالمية. معروف ان اوكرانيا هي سله غذاء اوروبا، وبالتالي يعني ستشهد الاسواق الاوروبيه يعني بالتبعيه طبعا اسواق الشرق الاوسط لقرب اوكرانيا من اسواقنا، سيكون هناك تاثير كبير على يعني المحاصيل الزراعيه. وان كان على ما اعتقد ايضا تعود العالم في العامين الماضيين على
عدم يعني كان هناك دايما دائرة استفهام حول استمرار أوكرانيا في تصدير المواد الغذائية. كثير من الدول في الشرق الأوسط نجحت التي كانت تعتمد في المقام الأول على استيراد القمح الأوكراني بدأت في تأمين البدائل. هل هذا يعني خروج أوكرانيا من الأسواق العالمية على الأخص في طبعا في تصدير الغذاء؟ صعب التنبؤ به، وأعتقد أنه ربما لن تسمح الدول الأوروبية بهذا، ولكن يعني الأيام فقط هي التي يعني ستجاوب على هذا السؤال. يعني على الأقل كمان التطورات الميدانية، يعني نتحدث عن ميناء إسماعيل أو كما يعرف بميناء إزمايل، لأنه في الحقيقة هو الطريق الرئيسي للحبوب الزراعية الأوكرانية إلى الخارج، وبالتالي إذا ما تضرر هذا الميناء فإنه حدوث انعكاس سلبي على الأخص فيما يعني يتداول بشأن اتفاقية حبوب مستقبلية أو فصل أوكرانيا عن هكذا اتفاقية يمكن أن يحدث. دكتور عطيف، يعني ربما يكون هذه التحليلات بعيدة يعني عن مجالي، وبالتالي صعب أن يعني أن أكون على دراية أو أعطيك معلومات، يعني لأن الموضوع كله معقد. نحن نعمل في مجال الأمن الغذائي، ولكن أقول لك أن هناك سيكون هناك مشاكل كبيرة طبعا لبرنامج الأغذية العالمي في تأمين احتياجاتنا من الحبوب، لان طيب. اوكرانيا يعني اوكرانيا وفرت للبرنامج 80% من احتياجاته من الحبوب لعمليات الاغاثه حول العالم. طب الان حضرتك تحدثتي عن مساله ايجاد بدائل، وفهمت من حضرتك دكتوره عبير بانه البدائل مرهونه ببعد الموانئ عن الموانئ في الشرق الاوسط، وبالتالي ما هي الخطط الموضوعه، ما هي السيناريوهات الموضوعه الان واللي ربما يعني تتجه اليها برامجكم في برنامج الغذاء العالمي؟ هو هناك يعني مسارين. المسار الأول بالنسبة للدول الشرق الأوسط أو الدول بصورة عامة التي تعتمد على استيراد الحبوب من أوكرانيا ومن منطقة البحر الأسود، أعتقد أن الكثير منهم تعلم من الدروس التي واجهناها مع بداية أزمة أوكرانيا. أصبح هناك مخزون استراتيجي للقمح في كثير من هذه الدول لمدة تزيد عن 6 أشهر، بالإضافة أيضا إلى بعض الدول أمنت بالفعل ما تحتاجه من استيراد القمح من روسيا ومن الولايات المتحدة ومن أستراليا. طبعا حيكون في أكيد يعني كلفة زيادة بسبب عملية النقل وارتفاع أيضا طبعا أسعار الوقود، وطبعا يعني وصول هذه المحاصيل الزراعية إلى مواني البحر الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط بصورة عامة. أكثر الدول تأثرا ستكون الدول الأفريقية الفقيرة. بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي، يعني البرنامج نجحنا في توفير البدائل، لكن كما ذكرت هذه البدائل موجودة في مناطق بعيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية من أستراليا. عملية النقل، عملية وصول المساعدات أو هذه المحاصيل لتأمين المساعدات الغذائية للأكثر فقرا في كثير من دول العالم، وهي معظمها موجودة في منطقة في القارة الأفريقية، يعني يتطلب عملية يعني وقت أطول في إيصال هذه المساعدات وتأخير في وصول المساعدات، بالإضافة أيضا إلى تكلفة أكبر في وقت بيعاني البرنامج فيه من أزمة مالية واقتصادية طاحنة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع كلفة نقل المواد الغذائية، بالإضافة أيضا أن الدول المانحة بدأت اقتصادها يتأثر بالأزمات بما في ذلك الأزمة أزمة أوكرانيا والتضخم وعملية تباطؤ الاقتصاد. هذا العام لم نصل إلى أكثر من 40% من احتياجاتنا المادية، ونتج عن هذا أننا تم إيقاف مساعدات كثيرة، حوالي 2.5 مليون شخص في سوريا يعني قطعت عنهم المساعدات الغذائية في الشهر الماضي، اللاجئين السوريين في الأردن، حوالي 200 ألف شخص في فلسطين،
توقفوا عن استلام المساعدات، كل هذا بيؤثر طبعا على قدرة البرنامج على تلبية الاحتياجات العاجلة. أشكرك جزيلا لانضمامك معنا، وشكرا طبعا على كل هذه المعلومات الوافية. دكتورة عبير عطيفة، المتحدثة الرسمية باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، تحدثت معنا من القاهرة.